سؤال بناء على الخبر اللي بالأمس كان هو الرئيس واليوم خرج إلى الإعلام، الخبر بأن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله استضاف على مائدة الإفطار يوم أمس رئيس تيار المرأة سليمان فرنجيه ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل. قبل ما أدخل بالسؤال الأساسي اللي هو شو مشروعك، تعليقك على هذا اللقاء، هل هو برأيك لقاء للانتخابات النيابية أو لقاء تمهيدا للانتخابات الرئاسية؟ بداية في رسالة للبنانيين أن هناك من هو قادر على جمع التناقضات حتى لو كانوا داخل الفريق الواحد، وأنه مهما بلغت الخلافات بين الشخصيات بداخل الفريق الواحد هناك من يعني يعتبر بأنه يدير يأمر قادر على الإمساك بالقرار بهذا الفريق، وبالتالي قادر على المونة بين هلالين على كل الأفرقاء من أجل الصالح العام يلي هن بيعتبروه. بس هيدا مش أحسن لأنه بيقدر يحافظ على وحدة هذا الصف؟ يعني لو ب14 أذار كان في هذا الشخص اللي عنده هالمونة ما كانت تفرطعت. ما أنا بتصور اختزال السياسي بشخص يفسد ويضعف هذا الفريق. طيب هذا الشخص إذا ما بقى موجود لا سمح الله مين بيحل مكانه؟ واثنين، طيب هذه شخصيات كمان أطلت على اللبنانيين بموقع معين وحاولوا يقنعونا بأنهم هن مستقلين وأنهم هن عم بيعملوا سياسة كل واحد من موقعه، تبين بالآخر أنه هذه شخصيات يعني خلينا نقول أنه هامش التحرك تبعها محصور أو مرتبط على الأقل بمصلحة فريق أكبر من الفريقين. بس كل هذا لأنه فطروا على مائدة واحدة، يعني حضرتك ابن جرد أنه الصلح هو شيخ الصلح شيء كتير جيد لازم يكون، وأنك تقدر تشمع اثنين مختلفين. بس انه وقت توصل الامور انه كمان بالسياسي في مصالح، معروف بانه الطرفين ينتميان الى فريق واحد، الطرفين عندهم طموح رئاسي، الطرفين عم بيخوضوا معركه احجام بالانتخابات الرئاسيه النيابيه من اجل ان يقدموا اوراق اعتمادهم عند حزب الله حتى يختار هذا ولا ذاك. هذه الطرفين اليوم تبين بانهم يعني امام يعني الامر الناهي بهذا الفريق ما نون قادرين انهم يقولوا لا او ايه بهذا الموضوع. شو نتائج هذا الافطار برايك؟ رح تنعكس انتخابيا على الانتخابات النيابيه ولا مو على الانتخابات الرئاسيه؟ انه ان يؤيد مثلا مثل ما قال الوزير السابق سليمان فرنجيه الوزير السابق جبران باسيل بمعركته الانتخابيه بالشمال على ان يدعم باسيل فرنجيه بالمعركه الرئاسيه، هيك ممكن تكون؟ ما بعرف قديش في إمكانية من اليوم أنه يحسم حزب الله خياره. حزب الله بالنهاية ما عنده عواطف بهذا الموضوع، عنده مصلحة. بتصور أنه وقت اللي اختار العماد عون بالعام 2016 بدل عن سليمان فرنجيه قدر بعقله هو بأنه ربما بيأمن الرئيس عون له غطاء مسيحي أو شرعية مسيحية أوسع من الشرعية اللي بيمثلها الوزير سليمان فرنجيه، وبالتالي رغم علاقته التاريخية مع الوزير سليمان فرنجيه راح باتجاه التحالف مع الرئيس عون. اليوم ما بعرف لوين بتروح الأمور، ما بعرف بأي مناخ ممكن تحصل الانتخابات الرئاسية، ما بعرف حتى إذا هناك انتخابات نيابية بموعدها. يعني عم تشكك هلأ أنه إذا في انتخابات؟ يعني أنا ما عم شكك، أنا عم بقول أنه أدي نسبة عدم حصولها برأيك؟ برأيك ربما ضئيل، بس ما نحطه على جنب. يعني خلينا نقول ليش؟ ليه؟ يعني مش لأنه يعني عادة وتسمعي عن موضوع تأجيل الانتخابات الناس بتروح على الارتصية إنه ما في كهرباء، ما في مازوت، ما في موتورات بالأقلام، ما في مي، ما في أوراق، ما في ما في ما في، هذا كله بيتدبر. ما في هو بإنه بهذه اللحظة ربما تشعر إيران بأنها تفاوض الولايات المتحدة وهي على قاب قوسين من التوصل إلى اتفاق حول موضوع الملف النووي، وتتصرف وكأنها حصلت على من خلال هذا الاتفاق على نفوذ وعلى شرعية دولية. يعني قبل الانتخابات هي بتمثل قوة في لبنان غير شرعية، من بعد الانتخابات هي رح تمثل قوة شرعية بضمانة الدولية من خلال هذا الاتفاق. طب ليش بدها تكتفي فقط بأن تحصل على مجلس نيابي؟ ليش ما بتروح على سلة مطالب من ضمنها انتخاب رئيس جمهورية؟ من ضمنها على مجلس نيابي أخذت رئيس إذا أخذت أكثرية. لا لا، الموضوع الرئاسي منه موضوع احتساب أصوات نواب، ولا مرة
رئيس جمهورية بلبنان ينتخب على قاعدة احتساب مقاعد نيابية، نفس المجلس اللي انتخب ياس سركيس ببيروت انتخب بشير جميل ورجع انتخب روني معوض. مش صحيح انه يعني اذا نحن اذا هذا الفريق حصل على مقاعد نيابية بغير المعادلة او العكس. انا بتصور انه بهذه اللحظة يظن حزب الله ومن خلفه ايران بانهم عندهم القدرة في حال تأجلت الانتخابات انهم يروحوا على سلة مطالب، انهم يستدعوا اللبنانيين على طاولة حوار وانهم يتحاوروا مع اللبنانيين من موقع القوة، لانهم هن يمتلكوا السلاح والاخرين ما عندهم سلاح، ولانهم هن بهذه اللحظة زمن زمن ايران بالمنطقة برأيهم هن من بعد المفاوضات القائمة بفيينا، وبالتالي ليش ما بيروحوا على تعديلات دستورية، على اصلاحات دستورية، على الاتفاق على اسم رئيس جمهورية، ومن ثم بيروحوا على انتخابات نيابية تكرس هذا الاتفاق. يعني عادة الاحزاب والناس اللي خاضت المعركة قالوا للجمهور اللبناني التغيير بده يصير بصناديق الاقتراع. اللي انا عم بحاول انه اقوله التغيير بيصير قبل صناديق الاقتراع، وبتجي صناديق الاقتراع لتكريس هذا التغيير يلي ممكن انه يحصل على طاولة مفاوضات قبل صناديق الاقتراع. هون ادخل الى السؤال المركزي، شو مشروعك لمنع ايصال مرشح حزب الله لرئاسة الجمهورية؟